أيها الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مقر كتيبة حرس السلطان الخاصة في يوم من أيام البطولة على هذه الأرض، حيث يقوم جلالة السلطان قابوس المعظم بتسليم راية جديدة إلى طلائع جديدة من حماة الحق والمبادئ والحياة الكريمة. أيها الإخوة المواطنون، وصل إلى مكان الاحتفال الآن جلالة السلطان قابوس المعظم. وهكذا عزفت الموسيقى السلام السلطاني إذانا ببدء هذا الاحتفال الكبير الذي تتسلم فيه كتيبة حرس السلطان الخاصة رايتها من جلالته. ويتقدم قائد الطابور الآن محييا جلالته، معطيا تمام الطابور. ويتقدم جلالته الآن تاركا المنصة الرئيسية إلى حيث العلم الذي ستتسلمه الكتيبة. أيها الإخوة والأخوات، يبدأ الحفل بكلمة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب الجلالة، ما أطيب هذه الفرصة وما أسعد هذا اللقاء، لقاء بين القائد وجنده، لقاء بين الحاكم وحرسه، ليكرمهم بأعظم ما تخفق إليه قلوبهم وتهش إليه ضمائرهم، وهو تسليمهم هذه الراية التي هي ركيزة المجد وقوام الجند، ليشقوا برايتهم هذه طريق النصر، مذللين كل المصاعب، مستهينين بكل المتاعب، ذائدين أحياض هذا الوطن العريق في إسلامه، الأصيل في عروبته، كل الشراذم الشاذة التي أقبلت من هنا وهناك لتكدر الصفوة وتعكر الجو وتنشر أوبئتها السامة في أوساط هذا المجتمع المسلم الآمن. أيها الأبطال، إن مهمة الجندي الحارس لقائده المؤمن ورائده الأمين مهمة عظمى، لا تقوم إلا على العقيدة الصحيحة والمثل العليا والأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم. وما أحوج كل جندي مسلم إلى التزام التقوى بمراقبة أوامر الله تعالى ونواهيه، فإن العاقبة للمتقين. ومن تصفح آيات الكتاب المبين علم حقا أن النصر والتمكين منوطان بالإيمان والعمل الصالح، وهذا أمر يؤيده واقع التاريخ، فإن المؤمنين إنما انتصروا في ميادين النزال بقوة الإيمان التي تتضاءل أمامها جميع القوى. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى واعدا عباده المؤمنين بالنصر والتأييد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثبت الله أقدامكم بالحق وأيدكم به على أعداء الوطن والدين تحت قيادة القائد الحكيم جلالة السلطان المعظم حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وبكلمة سعادة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبدأ خطوات تسليم العلم إلى كتيبة حرس السلطان الخاصة، إلى جنوده الأوفياء، إلى حماة المبادئ على هذه الأرض معه ومن حوله، ويرتفع العلم ويتقدم سلطان البلاد المعظم ليعطيه حامل الراية. يتسلمه الآن حامل الراية ويرتفع علم هذه الكتيبة خفاقا عاليا معتزا تفخر به كتيبة حرس السلطان الخاصة، ويتجه جلالته مرة أخرى إلى المنصة الرئيسية. أيها الإخوة والأخوات، يحضر حفل اليوم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة، كما يحضره كبار المسؤولين في السلطنة. أيها الإخوة والأخوات، ويتقدم حامل العلم رافعا رايته إلى صفوف الكتيبة. وهكذا يرتفع علم جديد على هذه الأرض. أيها الإخوة والأخوات، سيتحدث سلطان البلاد المعظم إلى ضباطه وجنوده الآن في هذا الاحتفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الرجال الأشاوس، يا جنود كتيبة حرسنا البواسل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أقف بينكم وقفة الفخر والشرف لأقول لكم أن المسؤولية الملقاة على عاتقكم جسيمة، وأنا أعرف أن كل فرد فيكم يدرك ذلك، ومن هذا المنطلق لا بد أن تكون لكم رأية تستظلون بها وتعملون لها ضمن دائرة تجمعكم بإخوتكم رجال قواتنا المسلحة. وهم جميعا في خدمة عمان أولا وآخرا. أيها الرجال الأبطال، في هذا اليوم التاريخي يسعدني أن أسلمكم راية كتيبتكم، كتيبة الحرس السلطاني التي تنتمون إليها، دليلا حيا وتعبيرا صادقا
لانتمائكم إلى الوطن الأم عمان الغالية. إننا وقد عهدنا إليكم بمسؤولية العمل في كتيبة الحرس السلطاني ننطلق من واقع لا جدال فيه وحقيقة لا ريب فيها، وهي أنكم أبناء عمان وأن عمان هي الوسيلة وهي الهدف لبلوغ مآربنا وتحقيق أمانينا في التقدم والازدهار. نسلمكم اليوم راية كتيبة الحرس السلطاني وندعو الله أن يوفقكم ويبارك إخلاصكم. وتحية لكم على طريق الإخلاص في أداء الواجب، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي تفضل جلالة السلطان في لقائه أمام هكذا أيها الإخوة المواطنون، حي القائد في جنوده الإخلاص والعمل من أجل عمان ومن أجل شعب عمان، وهتف الجنود بحياة القائد رائدا بانيا في هذا البلد الأمين الذي يتطلع أبناؤه إلى البناء والرقي والتقدم. وتقدم قائد الطابور يطلب الانصراف ويستأذن فيه من جلالة سلطان البلاد المعظم، ثم يعود القائد إلى صفوف كتيبته التي حملت علمها اليوم. أيها الإخوة والأخوات، كلهم جنود وكلهم حماة لهذه الأرض وحماة لتقدمها وبنائها، فإن ما تحقق على أرض عمان في فترة وجيزة إذا قيست بمقاييس التاريخ لهو شيء يدعو إلى وقفة تأمل وتقدير وإعجاب. إن كل من يزور السلطنة لا يكاد أن يصدق عينيه. أين ذلك البناء الحديث الذي ظهرت شواهده في كل مكان من تلك الجبال الصامتة الساكنة التي كانت تشاهد منذ سنوات؟ إنما حدث شيء أقرب إلى المعجزة، أن تنبت الجبال في فترة وجيزة بحسابات الزمن
قاعدة صلبة مشرقة لحضارة تمتد جذورها في أعماق الجبال الشماء، وتمتد فروعها لتحتضن المستقبل بكل الخير، بكل الرخاء، بكل الأمان. أيها الإخوة والأخوات، حقا لقد هيأ الله لهذه الأمة قائدا أحس بما عانته في الماضي، وأحس بما تحتاج إليه في حاضرها، وأحس بأحلامها في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد. وبدأ القائد عمله في أول يوم لتوليه مقاليد الحكم، بعد أن شعر بضخامة المسؤولية التاريخية تجاه هذا الشعب وتجاه هذه الأرض. ومنذ ذلك اليوم بدأت الثمرات تلاحق العمل وتلاحق البناء، وبدأ الجيل الحالي من أبناء شعب عمان ينعم بها بعد أن عانى كثيرا من أجلها. بدأت الأجيال الجديدة من أبناء الشعب تحس أن المستقبل يبتسم، وأن الأمان والرخاء ترسى أسسه وتبذر بذوره، لينعموا هم بثماره عندما يخرجون إلى الحياة. وهكذا أيها الإخوة المواطنون، كان الميلاد الجديد لهذه الأمة على يدي قائدها سلطان البلاد المعظم. مرت الآن كتيبة حرس السلطان الخاصة، وتمر الآن من أمام المنصة الرئيسية فرقة موسيقى الحرس السلطاني محيية سلطان البلاد المعظم. أيها الإخوة والأخوات، بالأمس سلم القائد كتيبة الجبل رايتها، وقبل ذلك تسلمت كتيبة الصحراء رايتها، واليوم تسلمت كتيبة الحرس السلطاني رايتها. رايات ورايات ترتفع وترتفع بإذن الله. أيها الإخوة المواطنون، ويغادر سلطان البلاد المعظم أرض هذا الاحتفال مشيعا بالدعوات تحيط به القلوب دائما، تحيط به القلوب وهو يقود المسيرة من نصر إلى نصر ومن بناء إلى بناء. أيها الإخوة المواطنون، مرة أخرى نحييكم من منطقة السيب بعد أن قدمنا لحضراتكم الاحتفال الكبير الذي قام فيه سلطان البلاد المعظم بتسليم الراية إلى كتيبة الحرس الخاصة. أيها الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.